بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 89. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم، كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد، قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى يبتلي بالمصائب، يبتلي بها المؤمنين والكفار، ولكن فرق بين الفريقين، لأن إجراء المصائب على الكفار من باب الإهلاك لهم ويمحق الكافرين، فهو محق لهم، المصائب محق لهم. وأما جريانها على المؤمنين فإنها خير لهم، تمحيص لهم، تخليص لهم من سيئاتهم وذنوبهم، وتربية لهم. فالله جل وعلا قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكونوا تألمون، فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق. المصائب تجري على الفريقين المؤمنين والكفار، ولكن للمؤمنين تمحيص وتخليص وتطهير، وهي للكفار هلاك ومحق وعقوبات. نعم. كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد. إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد، أي انتصار الكفار على المؤمنين في وقعة أحد، الوقعة التي جرت عند جبل أحد، سميت بوقعة أحد، وذلك أن المشركين تألبوا من جميع القبائل، ولذلك تسمى غزوة الأحزاب، تألبوا من جميع القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يقضوا على المسلمين، على رسول الله وعلى المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى حمى المسلمين منهم ولم يدركوا من المسلمين شيئا، وولوا على أدبارهم. كفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، لكن بعد الامتحان ومضايقة المسلمين، حتى قال المنافقون لما رأوا الأحزاب قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. صلى الله العافية. قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكانت العاقبة أن الله دحض الكفار وردهم خائبين، وكفى الله المؤمنين القتال ولم ينالوا شيئا. نعم.
كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم. إن يمسسكم هذا يوم أحد، هذا يوم أحد، وقعة أحد، وهي بعد بدر، وهي بعد وقعة بدر. في بدر انتصر المسلمون على الكفار وقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70، انتصر المسلمون على الكفار في وقعة بدر. لما دارت السنة تجمع الكفار يريدون الانتقام من المسلمين، وجاءوا من مختلف القبائل يريدون الانتقام من المسلمين، يريدون الانتقام من المسلمين. حصلت وقعة بدر، حصلت وقعة الأحزاب، حصلت وقعة الأحزاب، وقعة أحد، حصلت وقعة أحد، فقتل من المسلمين 70 وأسر منهم من أسر. وهذا من مداولة الأمور بين المسلمين والكفار. فلو أن المسلمين ينتصرون في كل معركة لأسلم الناس كلهم، ولكن يجري عليهم الامتحان، فعند ذلك ينخزل المنافقون ويشمتوا بالمسلمين، وأما المسلمون فلا يزيدهم ذلك إلا قوة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم قرح أيها المسلمون، مصيبة، قتل وأسر، فقد مس القوم وهم الكفار قرح مثله. وتلك الأيام يداولها بين الناس، حكمة إلى حكمة الرب سبحانه وتعالى، فما يجري على المسلمين تمحيص وتخليص وتطهير، وما يجري على الكفار هلاك ودمار وعذاب. نعم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ليعلم الله الذين آمنوا، يعني صدقوا في إيمانهم وثباتهم، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يقتلون في سبيل الله شهداء. الله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا، يطهرهم بما يصيبهم، ويمحق الكافرين. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، الله يعلم سبحانه وتعالى، لكن هذا علم ظهور ووضوح أمام الناس، وإلا فالله يعلم سبحانه كل شيء، لكن هذا علم خاص، علم ظهور ووضوح أمام الناس. نعم. إلى قوله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين، فذكر سبحانه: وسيجزي الله الشاكرين لله عز وجل، يجزيهم بالثواب، الذين يشكرون الله على الضر والسر، يشكرون الله سبحانه وتعالى. نعم. فذكر سبحانه وتعالى أنواعا من الحكم التي لأجلها أديل عليهم الكفار بعد أن ثبتهم وقواهم وبشرهم بأنهم الأعلون بما أعطوا من الإيمان، وسلاهم بأنهم وإن مسهم القرح في طاعته وطاعة رسوله
فقد مس أعداءهم القرح في عداوته وعداوة رسوله، ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته يجعل الأيام دولا بين الناس فيصيب كل منهم نصيبه منها كالأرزاق والآجال. نعم، الله جل وعلا يجري هذه الأمور بحكمة بالغة، وهي تمحيص المؤمنين، تطهير المؤمنين وإهلاك الكافرين، فهي على الكفار عقوبة وعلى المسلمين ابتلاء وامتحان ليطهرهم بذلك ويتخذ منهم شهداء في سبيل الله عز وجل. نعم، ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم، وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه وبعد كونه، ولكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين فيعلم إيمانهم واقعا. أي نعم، هو يعلم ما كان وما يكون، ولكنه يريد أن يظهر ذلك أمام الناس حتى تقر أعين المؤمنين وينهزم أعداء الله الكافرون ويخسرون. نعم، ثم أخبر سبحانه أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء، فإن الشهادة درجة عالية عنده ومنزلة. يحب أن يتخذ من المؤمنين شهداء يقتلون في سبيل الله ينالون أجر الشهادة وعلو المنزلة. نعم، فإن الشهادة درجة عالية عنده ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل في سبيله، فلولا إدالة العدو لم تحصل درجة الشهادة التي هي من أحب الأشياء إليه وأنفعها للعبد. ثم هذا من الحكمة العظيمة أنه يجري ما يجري على المسلمين من القتل على يد أعدائهم ليتخذ منهم شهداء. الشهادة منزلة عالية لا تنال إلا بالجهاد في سبيل الله. نعم، ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين، أي تخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم العدو. وهذا أيضا من الحكمة في إدالة الكفار على المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى يوقظ المسلمين على ما عندهم من خطأ أو تقصير، يوقظهم بذلك فيتوبون إلى الله عز وجل، يرجعون إليه عما حصل منهم ويعودوا أقوى ما كانوا إلى الجهاد في سبيل الله. نعم، وأنه مع ذلك يريد أن يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا انتصروا. نعم، فالكفار إذا انتصروا ليس ذلك من صالحهم، ليس ذلك من صالح الكفار، لأن الله جل وعلا يريد أن يمحقهم ويعاقبهم على ما فعلوا بالمسلمين. نعم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبر، وأن حكمته تأبى ذلك فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر. وليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا من الحكم، يعلم الذين جاهدوا وثبتوا ولم يتراجعوا، ويعلم الصابرين الثابتين على الحق ولو أصابهم ما أصابهم فإنهم لا يتزحزحون عن الحق بل هم ثابتون عليه. نعم، ولو كانوا دائما منصورين غالبين لما جاهدهم أحد
ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من أذى أعدائهم. هذا من الحكمة الإلهية في إدالة الكفار على المسلمين في بعض الأحيان، لأجل أن يتبين الإيمان الصادق من الإيمان المدعى، إيمان المنافقين. المنافقون ينخذلون. في وقعة أحد رجع عبد الله بن أبي ب800 من المنافقين أو ما يقرب من ذلك، رجعوا لما قاربوا الوصول إلى وقعة أحد، رجعوا إلى المدينة، فقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عن المسلمين. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وما في قتال، من باب الدس على المسلمين، وأن ما في قتال، كيف ما في قتال والجموع متقابلة ولا في قتال؟ نعم. فهذه بعض حكمه سبحانه في نصر عدوهم عليهم وإدالته في بعض الأحيان. نعم، نصر العدو على المسلمين فيه حكم عظيمة، ومن صالح المسلمين. نعم. الأصل التاسع أنه سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم، ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. ولا يتبين هذا إلا بالابتلاء والامتحان، وما يجريه الله على الناس من خير أو شر، من نصر أو هزيمة، ما يتبين إلا بما يجريه الله على الناس. هذا من حكمه سبحانه وتعالى. المسلمون يكتسبون بالمصائب بالقوة وإصلاح ما عندهم من الخلل، والكفار يغترون أو ييأسون عند المصيبة، ييأسون من روح الله والعياذ بالله، يخسرون دنياهم وآخرتهم. نعم. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان في 6 أيام خلق السماوات والأرض في 6 أيام، بدأت يوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة. 6 أيام بدأت يوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة. هو قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، ولكنه خلقها في 6 أيام لأجل تعليم الناس أنهم يتأنون في العمل ولا يستعجلون، ويتقنون العمل ولا يستعجلون. وكان عرشه، أي عرش الله، على الماء، وهو بحر فوق السماوات، فوقه عرش الرحمن فوق البحر، وكان عرشه على الماء. نعم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يعني يختبركم، أيكم أحسن عملا. أحسن عملا لأن العبرة بحسن العمل لا بكثرته. لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولو كان قليلا. إذا كان حسنا بارك الله فيه، ما هي العبرة بالكثرة العمل، العبرة بالحسن، بأن يكون خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله. هذا العمل الحسن ما اجتمع فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، ليس فيه شرك ولا رياء ولا سمعة، أن يكون صوابا على سنة رسول الله، ليس فيه بدعة
ولا محدثات، وإنما هو صواب على سنة رسول الله. هذا هو، هذان الشرطان هما شرط قبول العمل وحصول ثمرته، الإخلاص والمتابعة، كما في قوله تعالى: من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط. نعم. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض من جميع المخلوقات زينة لها، زينة للأرض، لنبلوهم، نختبرهم أيهم أحسن عملا. ما قال أيهم أكثر عملا، لأن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالنوعية، أن يكون العمل حسنا يعني خالصا صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الذي يتقبله الله ويثيب عليه. نعم. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة، ليش؟ مش الحكمة؟ ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. ما قال أيكم أكثر عملا، بل قال أحسن. والعمل الحسن هو ما اجتمع فيه الشرطان: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم يعني نختبركم بالخير وهو ما تحبون، والشر وهو ما تكرهون، فتنة يعني ابتلاء واختبار، ثم إلينا ترجعون يوم القيامة فنجازيكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا. نعم. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. نعم. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال تعالى: ولنبلونكم يعني نختبرنكم، وهذا تأكيد، النون نون التوكيد، ولنبلونكم حتى نعلم. الله ما يعلم، يعلم، لكن المراد ظهور هذا ووقوعه أمام الناس، هذا. وإلا علم الغيب هذا عند الله، يعلمه في عالم الغيب عنده، ولكن أيضا يعلمه علم ظهور ووقوع إذا وقع. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نعم. وقال تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا على ما هم عليه؟ ما يليق هذا بحكمة الله. ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم من الأمم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. هو يعلم علم الغيب العام ويعلم علم الظهور والوقوع. نعم. فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنت أو لا يؤمن، بل يستمر على السيئات والكفر، ولا بد من امتحان هذا وهذا. فأما من قال آمنت فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه ليتبين هل هو صادق في قوله آمنت أو كاذب، فإن كان كاذبا
رجع على عقبيه وفر من الامتحان كما يفر من عذاب الله، وإن كان صادقا ثبت على قوله ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إيمانا على إيمانه. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما رأى المؤمنون الأحزاب الذين تجمعوا من سائر القبائل وجاءوا يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته وأصحابه، أحزاب من القبائل هائلة، المؤمنون ما ضعضعهم ذلك ولا نقص من، بل زاد من إيمانهم وثقتهم بالله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، الله وعد أنه سيبتلي المؤمنين وسيختبرهم وسيمحصهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم ما رأوا من العدو وكيد العدو، ما زادهم إلا إيمانا بالله وتسليما لأمره وعدم اعتراض عليه سبحانه وتعالى. أما المنافقون لما رأوا الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نسأل الله العافية. الآن تبين نتيجة الامتحان، اللي يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله والذي يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم كفى الله المؤمنين القتال بعدما امتحنهم ورد عدوهم ولم ينالوا خيرا، صارت النتيجة في صالح المسلمين وصارت خسارة على الكفار والمنافقين. نعم. وأما من لم يؤمن فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب ويفتن به، وهي أعظم المحنتين. هذا إن سلم، هذا إذا سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوباتها. الكافر خاسر، حتى ولو انتصر في الدنيا أو نال شيئا من الدنيا هو خاسر، لأنه وإن حصل له ما يريد في الدنيا أمامه الحساب في القيامة وأمامه النار والعياذ بالله، فمآله إلى الخسران. أما المؤمن فإنه وإن أصابه ما أصابه في الدنيا أمامه الجنة. فرق بين هذا وهذا. نعم. وأما من لم يؤمن فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب ويفتن به، وهي أعظم المحنتين. يومهم على النار يفتنون، على النار يفتنون يختبرون. نعم. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. نعم. فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب ويفتن به، وهي أعظم المحنتين. هذا إذا سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوباتها التي أوقعها الله بمن لم يتبع رسله وعصاهم، فلا بد من المحنة في هذه الدار وفي البرزخ وفي القيامة بكل أحد. نعم. فلا بد من المحنة في هذه الدار وفي البرزخ وفي القيامة لكل أحد. هذه الدار يعني في الدنيا، وفي البرزخ يعني القبر. الميت إذا وضع في قبره ودفن وولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان منكر ونكير فيقعدانه وتعاد روحه في جسده ويحيى حياة برزخية، ما هي مثل حياته في الدنيا، يحيى حياة برزخية. ثم يسألان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كل ميت. أما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة
ويوسع له في قبره مد بصره فيأتيه من روحها وطيبها، فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المنافق فإنه إذا قيل له من نبيك يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من ربك من نبيك ها ها لا أدري سمعت الناس، يغيب عنه ما كان يقوله في الدنيا، يغيب عنه والعياذ بالله. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من ربك وما دينك ومن نبيك، ثلاث أسئلة. فكل سؤال يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، مقلد على غير علم وعلى غير بصيرة، فيضرب بمرزبة من حديد والعياذ بالله، يضرب ضربة واحدة بمرزبة مطردة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات، نسأل الله العافية. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، في جحيم وفي ضيق والعياذ بالله وفي عذاب، هذا مآله في القبر، وما يكون له في الآخرة أشد وأعظم. نعم. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا، ثم يقول هذا أول منازل الآخرة، إن نجا منه فما بعده أيسر منه. نعم. فلا بد من المحنة في هذه الدار وفي البرزخ وفي القيامة لكل أحد، ولكن المؤمن فلا بد من المحنة في هذه الدار، في الامتحان يعني والابتلاء في هذه الدار وفي وفي البرزخ وهو القبر عند سؤال الملكين. نعم. وفي القيامة يومهم على النار يفتنون. نعم. وفي القيامة لكل أحد، ولكن المؤمن أخف محنة وأسهل بلية، فإن الله يدفع عنه بالإيمان ويحمل عنه به ويرزقه من الصبر والثبات والرضا والتسليم ما يهون به عليه محنته. نعم. الله جل وعلا يجري على المؤمن من النعمة ومن الخير ما ينسيه ما يلاقي من الشدائد فيصبح في نعمة. نعم. وأما الكافر والمنافق والفاجر فتشتد محنته وبليته وتدوم، فمحنة المؤمن خفيفة منقطعة. نعم. ومحنة الكافر والمنافق والفاجر شديدة متصلة. نعم. فلا بد من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة، والكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة والنعمة ابتداء ثم يصير إلى الألم، فلا يطمع أحد أنه يخلص من المحنة والألم البتة. نعم. لا أحد، لازم من الابتلاء والامتحان على الجميع، لكن المؤمن له العاقبة الحميدة، ويسهل الله عليه هذه الشدائد. وأما المنافق الذي يدعي الإيمان وهو كاذب، والكافر الذي المنافق مؤمن في الظاهر كافر في الباطن، والكافر الخالص هذا كافر في الظاهر والباطن. نعم. فلا يطمع أحد أنه يخلص من المحنة والألم البتة. يوضحه الأصل العاشر، وهو أن الإنسان مدني بالطبع، لا مدني بد، يعني اجتماعي، الإنسان اجتماعي بالطبع، ما يعيش وحده، لا بد أن يعيش مع أحد من الناس. نعم.
وهو أن الإنسان مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناس. نعم. والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر. نعم. فلا بد له من الناس ومخالطتهم، ولا ينفك عن موافقتهم أو مخالفتهم. وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطل، وفي المخالفة ألم وعذاب إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتهم. ولا ريب أن ألم المخالفة لهم في باطلهم أسهل وأيسر من الألم المرتب على موافقتهم. واعتبر هذا بمن يطلبون منه الموافقة على ظلم أو فاحشة أو شهادة زور أو المعاونة على محرم، فإن لم يوافقهم آذوه وظلموه وعادوه، ولكن تكون له العاقبة والنصرة عليهم إن صبر واتقى. وإن وافقهم فرارا من ألم المخالفة أعقبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه. والغالب أنه من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله. ففرق بين من يصبر على طاعة الله وعلى دينه ويثبت عليه ولو ناله ألم ومضايقة، يثبت على دينه ولا يتحول عنه، وبين من إذا أصابه أدنى شيء تحول عن دينه فرارا كالذي يفر من الرمضة إلى النار والعياذ بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا الخاسر والعياذ بالله. عذاب الله أشد من فتنة الناس وعذاب الناس، وهو لابد يبتلى، لابد يبتلى ويجري عليه امتحان ويجري عليه ما يجري من المكاره، لكن المؤمن يصبر لأنه ينتظر العاقبة الحميدة. نعم. وإن وافقهم فرارا من ألم المخالفة أعقبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه، والغالب أنهم يسلطون عليه فيناله من الألم منهم أضعاف ما ناله من اللذة أولا بموافقتهم. نعم. فالمؤمن يثبت على دينه ولو أوذي، يثبت على دينه ولو أوذي، فإن أذى الناس أهون أو أيسر من عذاب الله عز وجل. عذاب الناس يزول، لكن عذاب الله لا يزول. عذاب الناس يمكن تحمله، لكن عذاب الله لا يمكن تحمله. نعم. فمعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد، فألم يسير يعقب لذة عظيمة دائمة، أولى بالاحتمال من لذة يسيرة تعقب ألما عظيما دائما. والتوفيق بيد الله سبحانه. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم. الأصل الحادي عشر أن البلاء يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما التفصيل في مسألة إظهار الدين في بلاد الكفر بالنسبة للمسلم الذي يعيش في تلك البلاد؟ يظهر دينه بمعنى أنه يدعو إلى الله ولا يسكت، يدعو إلى الله، يدعو إلى الإسلام، يقيم دينه ولا يتنازل عن شيء منه، صلاته، صيامه، جميع أمور دينه لا يتنازل عن شيء منها لأجل إرضاء الكفار أو لأجل أن يعيش معهم، لا يتنازل عن شيء من دينه. هذا إظهار الدين.
ما هو بظهر الدين أنهم يتركونك تصلي وتصوم ولا يتعرضون لك، هذا ما هو بظهر الدين. ظهر الدين أن تبين ما هم عليه من الكفر، وأن تدعوهم إلى الله عز وجل، وأن تظهر دينك ولا تختفي. بعضهم بعض المسلمين إذا راحوا هناك يختفون في صلاتهم، يصلون مكان خفي ولا يظهرون دينهم، يخافون من الكفار. هذا هو الخسران والعياذ بالله. أظهر دينك، دينك شرف، دينك شرف. وهم إذا رأوا الإنسان متمسكا بدينه احترموه أكثر، وإذا رأوه متساهلا بدينه فإنهم يؤذونه، يسلطون عليه، يسلطهم الله عليه. نعم، الدين شرف ولله الحمد، ما هو بشيء يخفى عن الناس بل يظهر. كثير من يسلمون إذا رأوا المسلمين يصلون ورأوهم يؤذنون ورأوهم، دخل الإسلام في قلوبهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أنا أقوم ببيع الحلوى المنزلية التي أصنعها في المنزل، وهناك تاجر قد طلب مني هذه السلعة ولكنه يوزعها على زبائنه مع ما يسمى بالشيشة، فيقدم لهم الحلوى مع الشيشة في محله. سؤاله: هل لي أن أجهز له الحلوى وأصنعها له؟ لا، ما دام أنه يخلطها مع العمل الباطل والمحرم لا يجوز لك، هذا من إعانته على الباطل. لا تتعاون معه، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تخصيص زيارة المقبرة في يوم الجمعة أو في أيام العيد هل في ذلك شيء؟ لا يجوز تخصيص زيارة القبور بيوم الجمعة ولا بيوم العيد، بل سائر الأيام صالحة لزيارة القبور، ما يخصص يوم بدون دليل. ما ورد دليل بأن القبور تزار يوم الجمعة خاصة أو يوم أو غير يوم الجمعة من أيام الأسبوع يوم مخصص، ما عليه دليل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل أستطيع أن أعتمر عن أخ مسلم يعيش في فرنسا وقد أصيب بمرض السرطان عافانا الله وإياكم، ولا يستطيع السفر ومنع من التطعيم لحصول التأشيرة، وقد أعلمه الأطباء أنه لا يمكن علاجه وأنه ينتظر أجله في أي وقت، هل يجوز أن أعتمر عنه علما بأنه ليس لديه إمكانيات مادية لأجل السفر؟ إن كان لم يعتمر عمرة الإسلام فلا بد أن يعمدك وأن يوكلك أن تعتمر عنه، أما إن كان اعتمر عمرة الإسلام اعتمر عنه ولو لم يعمدك في ذلك، تبرع منك وإهداء ثواب منك له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا جلس الخطيب يوم الجمعة على المنبر وبدأ وقت ساعة الإجابة والمؤذن يؤذن، هل ينكر على من رفع يديه للدعاء عند الأذان أثناء الأذان؟ أي نعم، قال له: هذا ما عليه دليل رفع اليدين عند الأذان، ما عليه دليل. والدعاء في ساعة الجمعة ما ترفع اليدين فيه، ما ورد أنه ترفع اليدين، تدعو بدون رفع يدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم للدعاة الذين يكونون خارج هذه البلاد إذا دعوا في بلادهم إلى الإسلام وأوذوا في سبيل ذلك؟ نصيحتنا أن يصبروا، لكن يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، لا يدعون بالعنف والقسوة،
وإنما يدعون بما أمر الله به، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا المنهج للدعوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد، يقول في بلدنا في أحد المساجد أو في إحدى المساجد، يقول في بلدنا في أحد المساجد يوجد قراء يقرؤون القرآن لمدة 24 ساعة متواصلة، هل لهم أن يأخذوا راتبا على هذا العمل علما بأن المسجد يرتاده المسلمون والكفار ويستمعون إلى التلاوة، فهل يجوز هذا العمل؟ لا يجوز هذا العمل، لأنه لا دليل عليه. 24 ساعة يقرأ القرآن في المسجد، لا دليل على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يقول ما المقصود بالفتن المذكورة في هذا الحديث؟ الفتن المذكورة في هذا الحديث ما يعرض للمسلم من الأذى ومن المضايقة ومن البطش به ومن نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل هناك بر للوالدين بعد وفاتهما؟ اي نعم، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال تصلي لهما مع صلاتك، يعني تدعو لهما مع دعائك لنفسك، وتقضي ما عليهما من الحقوق والديون التي في ذمتهم، وتبر بصديقهم. البر بصديق الوالد بر بالوالد، تبر بصديقهم، تتصدق عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل مجرد حضور مجالس العلم يكون فيها أجر ولو لم يقصد الحاضر نشر العلم الذي يستمع إليه؟ وله أجر، إذا نوى بذلك تعليم الناس يكون الأجر أعظم، وإذا نوى نفع نفسه له أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجان كافران نويا الإسلام فأسلمت الزوجة ثم قتل الزوج في اليوم نفسه قبل إسلامه، سؤالها هل لها أن تستغفر له وأن تدعو له؟ لا، ما دام أنه مات على غير الإسلام ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة، ما يجوز الدعاء للاستغفار للكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل هناك أوقات خاصة يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في يوم الجمعة وليلة الجمعة وعند ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سفر المرأة مع أمها وزوج أختها يعد سفرا بدون محرم؟ إيه نعم، ما تسافر إلا مع محرم، ما تسافر بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول سجود التلاوة هل هو مشروع في أوقات النهي؟ إيه نعم، لأنه تابع للتلاوة، كما تجوز التلاوة في غير في وقت النهي كذلك سجود التلاوة إذا مر بآية سجدة يسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول ما حكم غسل الجمعة وهل يكفي عنه الوضوء؟ غسل الجمعة مستحب، غسل الجمعة مستحب، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا حديث فهو مستحب. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل يبدأ غسل الجمعة من صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ يبدأ عندما يريد الذهاب إلى الجمعة يغتسل،
عندما يريد الذهاب إلى الجمعة يغتسل لأجل يزيل ما فيه من عرق وروائح، لأنه سيذهب إلى الاجتماع والمسجد فيطيب روائحه ويزيل الأوساخ والعرق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة مسلمة متزوجة تسب الدين عياذا بالله، فهل تطلق من زوجها بهذا الفعل؟ وإذا تابت هل يحتاج الزوج إلى عقد جديد عليها؟ تسب الدين؟ نعم. هذه ردة عن دين الإسلام. يسب الدين يرتد عن دين الإسلام إلا إن كان عقلها في خلل، إن كان في عقلها خلل فلا تؤاخذ، أما إذا كان عقلها ليس فيه خلل وتسب الدين هذه ردة عن دين الإسلام، فإذا فعلته فإنها إن تابت قبل أن تتم العدة فهي مع زوجها، وإن تمت العدة ولم تتب بانت من زوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسلم إذا كان في بلاد الكفار فيجب عليه الهجرة إذا كان قادرا، فهل المسلم إذا كان في دولة إسلامية تظهر فيها الفاحشة والمعاصي ونظامها ليس إسلامي هل تجب عليه الهجرة؟ كيف يكون نظامها غير إسلامي وتكون مسلمة؟ العبرة بالحكم، وش تحكمه؟ إن كانت تحكم بالشريعة هي دولة إسلامية، إن كانت ما تحكم بالشريعة هي غير إسلامية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أعطي الفقراء من مال الربا فهل يجوز لهم أن يتصرفوا فيه كما شاءوا؟ كيف؟ إذا أعطي الفقراء من مال الربا لا يأخذونه، إذا علموا أنه ربا لا يأخذونه لأنه سحت حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز، هذا سائل من فرنسا يقول: إمام في فرنسا يقول بأنه يجوز أن يصافح الإمام يد نساء الإدارة مصافحة بسبب أنه يخاف من المشكلات كإغلاق المسجد فيصافحهن لذلك، فهل فعله هذا مشروع؟ لا، هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، إنما كان يبايع النساء بالكلام، يبايع الرجال بالمصافحة، وأما النساء فيبايعهم بالكلام ولا يصافح النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من سافر من الرياض إلى المدينة ثم بات ليلة في المدينة وبعد ذلك توجه إلى مكة لأجل العمرة، فهل يحرم من ميقات أهل المدينة في الحليفة؟ بلا شك، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، يعني المواقيت، ممن يريد الحج أو العمرة يلزمه أن يحرم من ميقات أهل المدينة أو ذو الحليفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صرت وكيلا على مال ورثة، فهل لي الحق في إخراج زكاة مالهم؟ وما هو وقت بداية السنة أو بداية الإخراج؟ إن كانوا بالغين راشدين فهم الذين يخرجون زكاة مالهم أو يوكلونك لإخراجها، أما إن كانوا قصارا وأنت وكيل على أموالهم فأنت تخرج زكاتهم نيابة عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشخص الذي ينشر مساوئ حكام المسلمين ويحتج بأنه إنما يبين شرع الله في ذلك ويقول كلمة الحق، يقول: ما حكم مثل هذا الفعل؟ هذا فعل الخوارج، هذا فعل الخوارج، وهذا أمر لا يجوز. ولي الأمر إذا حصل منه خطأ فإنك تنصحه فيما بينك وبينه ولا تظهر هذا على الناس، إنما تنصحه بينك وبينه، فإن قبل فالحمد لله وإلا أديت ما عليك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تلقيب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، تلقيبه بإمام الأئمة أو بالإمام الأعظم؟ الإمام الأعظم يقولون الحنفية يسمونه الإمام الأعظم، يسمونه بذلك، ولا حرج في ذلك لأنه إمام جليل رحمه الله، لا حرج في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا لا يسمح لنا بإقامة الدروس والمحاضرات إلا إذا سجلنا باسم جماعة دعوية أو حزب من الأحزاب، هل يجوز لنا أن نسجل بأسماء هذه الجماعات من أجل هذه المصالح؟ إن كانت جماعة غير مرضية في منهجها أو عقيدتها فلا تسجلوا باسمهم، أما إن كانت جماعة طيبة تسجلوا باسمها لا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من ينكر عذاب القبر وحياة البرزخ؟ حكمه أنه ضال والعياذ بالله إذا بلغته الأدلة، أما إذا كان جاهلا فيعلم، يبلغ في ذلك، إن كان جاهلا يبين له هذا، وإن كان عالما فهو ضال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلدنا إذا تم دفن الميت فإن الناس يقومون برش القبور المجاورة لهذا القبر الجديد بالماء من باب المجاورة، فهل يجوز هذا العمل؟ لا ما يجوز، ما ترش القبور، يرش القبر المدفون فقط لأجل أن لا يتطاير ترابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح ما يذكره بعضهم من أن الموسيقى هي من الأمور المسكوت عنها شرعا، وأنه لم يثبت في تحريمها حديث صحيح ولا آية صريحة؟ الموسيقى مجمع على تحريمها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، مجمع على تحريمها، فلا يأتي من يقول إنها مباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لأن من المعازف، والمعازف مجمع على تحريمها كما يقول الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: زوجتي تهجرني في الفراش لأنني لم أجدد عقد الأنترنت بسبب أنها تترك الأولاد دون مراقبة فيطلعون على مواقع محرمة، ما نصيحتكم لي ولها في هذا الأمر؟ تهجرك، الهجر بيد الرجل، هو اللي يهجرها، يهجروهن في المضاجع، لكن إنها تطمع عنك هذا من باب النشوز، هي ناشز عاصية، عليك أن تبلغها بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشر بين عدد من الشباب ما يسمى بالقزع، يقول: ما حكم هذا الأمر وما نصيحتكم لهم؟ لا يجوز القزع، حلق بعض الرأس وكلك بعضه، قال صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو اتركه كله، أما حلق بعضه وترك بعضه هذا هو القزع. نعم. وهذا تشبه بالنصارى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لبس الثياب التي يوجد فيها شيء من المني؟ من؟ هل يجوز لبس الثياب التي فيها شيء من المني؟ المني طاهر، لكنه يزال من باب النظافة، كله طاهر، يحكه كما كانت عائشة رضي الله عنها تحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وتغسله رطبا. نعم. من باب النظافة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تزوج بامرأة ثم طلقها، هل يجوز له أن يصافح أمها بعد طلاقه لتلك البنت؟ إيه نعم، صار محرما لها، ولو طلق بنتها صار محرما لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة لصيام داود عليه الصلاة والسلام أنه يصوم يوما ويفطر يوما، هو أمر مشروع، لكن إذا أدى إلى أن الإنسان قد يفرط في بعض الواجبات فهل يكون مشروعا في حقه كالنوم عن الصلاة مثلا؟ ما شاء الله، يفرط في الواجبات ويفعل المستحب، لا يجوز هذا. حافظ على الواجبات أولا ثم يأتي بالمستحبات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول معلمة لابنتي سكنت بجوارنا حديثا وأصبحت جارة لنا، هل لها حق الجوار وهل يجوز أن نهدي لها وأن ندعوها إلى طعام أم أن هذا غير جائز؟ كيف؟ يقول معلمة لابنتي سكنت بجوارنا حديثا وأصبحت جارة لنا، فهل يثبت لها حق الجوار وهل يجوز أن نهديها وأن ندعوها إلى طعام عندنا أم أن هذا لا يجوز؟ نعم، لها حق الجوار، والجار بالقربة والجار بالجنب والصاحب بالجنب لها حق الجوار. أيضا صارت معلمة لابنتكم، أيضا تأكد الإحسان إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل عليه جبيرة قد وضعها على أصابع قدميه أو أصابع قدمه، إذا أراد أن يتوضأ فإنه يغسل المكشوف ويمسح على الجبيرة، السؤال أصابع قدمه، أصابع ما تصير بالقدم، أصابع رجله. نعم. ووضعها على أصابع رجله. نعم. فإذا أراد أن يتوضأ غسل المكشوف ومسح الجبيرة، سؤاله هل يجوز له أن يلبس شرابا بعد وضوئه ذاك ويمسح عليها لمدة يوم وليلة؟ لا، إذا مسح على الجبيرة يكمل المسح على الجبيرة، بدأ المسح على الجبيرة يمسح عليها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أما إذا كان لبس الجورب لبسه قبل يبدأ المسح يمسح على الجورب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل تجب طاعة الأب إذا أمر بترك الحجاب أم أنه يجب عصيانه في ذلك؟ أي نعم، لا تجوز طاعته في المنكر، هذا منكر وهذا أب سيء والعياذ بالله، ولا تجوز طاعته في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هذه الكلمة وهي أنني متكل على الله ثم عليك، يقول هل يجوز هذا؟ لا، ما يجوز هذا، توكل على الله نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز أن يتوكل على مخلوق، لكن يوكل المخلوق وكلتهم لا بأس، ما تقول توكلت عليك، وإنما تقول وكلتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل وضع جهازا لتعليم القرآن الكريم وضعه في المسجد، هل يجوز لأحد جماعة المسجد أن يأخذ هذا الجهاز إلى منزله ليستفيد منه علما أنه لم يكتب عليه أنه وقف؟ إذا كان مخصصا للمسجد فلا يخرج من المسجد لأنه صار وقفا على المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا أساءت المرأة أو الزوجة إلى أم الزوج فهل يجب طلاقها بسبب ذلك وجوبا؟ لا، ما يجب عليه، لكن يفرق بينه، خلي هذه منزل وهذه منزل، ما يجمع بينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا فاتني متابعة المؤذن من أول الأذان فهل أكمل معه مما بقي؟ نعم، تكمل معه مما بقي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
بعد السلام من الصلاة، صلاة الفريضة مباشرة، بعض الناس يقول الله أكبر قبل الاستغفار، فهل هذا أمر مشروع؟ لا، ما شرع التكبير بعد السلام من الصلاة، إنما شرع ذكر الله بالتهليل والتحميد والتسبيح، هذا الذي ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول أرجو من فضيلتكم أن يتكرم بنصيحة لجميع طلبة العلم الحاضرين وغيرهم وممن يسمع هذه الفتوى، وذلك بشأن حفظ ألسنتهم عن العلماء والمشايخ بغيبتهم والقدح فيهم، وماذا يترتب على هذه الأمور؟ لا يجوز، لا، كبيرة من كبائر الذنوب اللي يغتاب. الله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كرهتموه. فكيف إذا كانت الغيبة للعلماء، لأن هذا ينفر الناس عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فلا يجوز هذا العمل، ولا فيه إثم عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل صح أن البول قائما أكرمكم الله أنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا؟ نعم، صح أنه فعله أحيانا، مثلا إذا كانت الأرض ما تقبل الجلوس، فيها ماء، فيها طين، احتاج إلى هذا، لا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول أشك كثيرا في عدد الركعات عندما أصلي، فلا أدري كم صليت من ركعة، وهذا يتكرر معي دائما، ماذا أصنع حيال ذلك؟ هذا الظاهر أنه وسواس، اتركه واعمل بما تيقنت، هذا وسواس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إذا وقعت النجاسة على فرشة أو على مفروش من المفروشات وكان كبيرا والنجاسة في جزء منه، هل يجب غسله جميعه؟ يغسل ما أصابته النجاسة إن كان علم ذلك، أو يغسل ما يتوقع أنه أصابته النجاسة ويغلب على الظن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إذا ولد لرجل صبي فإنه من السنة أن يحلق رأس الصبي وأن يتصدق بزينته ورقا، يقول بالنسبة للبنت هل يسن هذا الأمر فيها أم أنه يتصدق مباشرة؟ هذا لا يجوز في حق البنت، البنت لا يحلق رأسها، البنت لا يحلق رأسها، الحلق من خصائص الذكور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها أن تشتري قلما من الذهب وأن تستخدمه؟ لا يجوز هذا، لا قلم من الذهب ولا دوات من الذهب، لا يجوز هذا من الإسراف، والأواني لا تجوز من الذهب الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا، يعني الكفار، ولكم في الآخرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الرجال هداهم الله كانت زوجته تغطي وجهها إذا خرجت معه أمام الناس، وبعد أن أثيرت هذه القضية في وسائل الإعلام ضعف بعض الرجال لظنهم أنها مسألة خلافية وأن الأمر واسع، فصارت نساؤهم يكشفن وجوههن برضاهم، ما نصيحتكم في ذلك وفقكم الله؟ الخلاف لا يبيح المحرم، إذا كان هناك خلاف يؤخذ بالدليل، اللي معه الدليل يجب الأخذ بقوله ويترك المخالف للدليل،
أما نقول المسألة فيها خلاف وهذا مباح لأن المسألة فيها خلاف، الخلاف لا يبيح المحرم، التحليل والتحريم بالدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل استخدام معجون الأسنان يكون مغنيا عن السواك ومساويا له في الأجر؟ لا، ليس مغنيا عن السواك. السواك عند الصلاة، أنت لابد تصلي تجيب تقول هذا، السواك عند الصلاة، عند الوضوء، نعم، عند القيام من النوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل مصاب بالسلس، يقول: متى يجب عليه أن يتوضأ؟ هل يجوز له أن يتوضأ قبل الوقت؟ يتوضأ عندما يريد أن يصلي، عندما يريد الصلاة يتوضأ ويصلي، ولو نزل منه البول وهو يصلي صلاته صحيحة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كل مريض يباح له أن يجمع بين الصلاتين؟ إذا كان يشق عليه كل صلاة في وقتها، إذا كان يشق عليه ذلك فيجمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي إلى والدي لأجل أن يشتري منزلا له؟ لا يجوز، لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، لا لفرعه ولا لأصله. نعم. وكذلك وفقكم الله، يسأل يقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى رجل لأجل أن يدفع هذا المال في مهر له للزواج؟ إذا كان عاجزا عن المهر فيساعد من الزكاة، لا بأس. نعم. انتهى وفقه الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.